قد ايه بحاجه تقعد هيدي القعده؟ تحس هيك عبالي فضفض واحكي وارتاح. بحاجه والله. كلياتنا بحاجه لهالشيء. كلنا بحاجه لهالشيء. ليه بنستحي بمجتمعاتنا وبنخجل مجتمعاتنا العربيه نقول انه عبالي اقصد طبيب نفسي، عبالي روح عند حكيم مختص؟ لانه نحن بنربط التعب النفسي بالجنان. انه يعني طبعا الواحد راح على دكتور نفسي معناها هو خلص في شيء طق خبل بعقله. هلا كلنا طاقين، يعني بحس باللي عم نشوفه ونعيشه بمجتمعاتنا ما حدا شخص سليم، كلنا عنا اثار امراض نفسيه. والله هو اللي بحافظ شويه من يعني بحافظ شويه على توازنه وشوي من عقله اللي بيكون شاطر كثير. ايه يعني تحدى كل التيارات وكل الساعات. بالضبط. قصدت مهمه صعبه. قصدت شي مره طبيب نفسي؟ لا ولا مره. بس أنا في شغلة تعلمت منها. أنا عم أقرأ مذكرات مارلون براندو. فبيقول إنه هو أنفق ثروة طائلة عند الأطباء النفسيين بلوس أنجلوس. بتعرفي دول الأطباء النفسيين تبع بقى كبار النجوم والستارز. فبيقول إنه لكن بعد سنوات اكتشف إنه أحسن طبيب نفسي بالعالم لمارلون براندو هو مارلون براندو نفسه. فراح قعد على جزيرة لوحده وبدأ يراجع يعني حياته كلها حتى يعرف بعض المشاكل النفسية اللي بيعاني منها شو مصدرها وشو سببها، وبالتالي قدر الحقيقة انه يعالج نفسه. هلأ أنا هاي المسألة استوقفتني كتير، قديش بيقدر واحدنا انه يرجع بذاكرته لحتى يعرف سبب اضطرابات أو مشاكل أو عقد نفسية بيعاني منها لحتى يقدر يتصالح معها. فهو بيقول على سبيل المثال، بيقول انه هو كان عنده مشكلة كبيرة جدا مع ابوه، لانه ابوه كان يحتقره وهو كان صغير، وكان عنده احساس انه ابنه شخص فاشل وعمره ما راح يقدر يعمل شيء. لكن هو استطاع ان يصبح مارلون براندو، واحد من اشهر الممثلين في العالم. وبالتالي الاب بدأ يعامل ابنه معاملة مختلفة، معاملة فيها إعجاب وفيها احترام، ويقول أنا أبوه لمارلون براندو ومفتخر فيه. فهو كان عنده ازدواجية مشاعر تجاه أبوه، من جهة أنه يعني في شيء من الضغينة أنه هلأ جاي عم تقول أنه أنا ابنك من بعد ما نجحت، بعد أنا ما نجحت. وبنفس الوقت هو أبوه مو قدران يعني حابب يعوضه أو حابب يعني يعيشوا حياة كريمة. فبيقول أنه يعني هالمشاعر هاي المزدوجة تجاه أبي ما حدا استطاع يخلصني منها إلا أنا. لما رجعت حياتنا ورجعت علاقتنا مع بعض اكتشفت إنه في حل واحد لحل مشكلتي مع أبي، هو إني سامحه. فبيقول جملة عظيمة جدا، بيقول to forgive is to be free. أن تسامح يعني أن تتحرر. فطالما أن عندك مشكلة مع شخص، عندك مشاعر كراهية أو ضغينة أو انتقام، فلح تضل كل حياتك فاقد حريتك وأسير هذا الشخص، لأنه حيأذيك أنت، مش بس حامل ضغينة لإله، لنفسك لح تضلك أسيرة إله. لكن إذا سامحتيه ففيك تتحرري منه. الفكرة حلوة على فكرة.